ظل دور الثقافة في إشاعة الحوار موضوعا جدليا طوال أعوام ما بعد 2003، فمن جانب انفتاح العراق على مفاهيم جديدة مثل حرية الرأي والتعبير، إلا أن إدارة التنوع ظلت موضوعا مفصليا والشغل الشاغل للواقع الأمني في البلاد. ليكون تشكيل أجهزة إعلامية في ملحقات الوزارات أبرز ما حصل عراقيا في محاولات تعزيز الأمن الاجتماعي والتنوع القومي. احنا الدور يكون دائما ينصب اعلاميا، يعني اللي توفره مثل وزاره الثقافه اعلاميا شرح عن القانون وشرح عن النظام واضافه الى الشرطه المجتمعيه. دفع الاطفال والنساء اثمانا باهظه لافتقاد البلاد الى تجارب الحوار واداره التنوع الاجتماعي التي كانت ولا زالت تحديا هو الاكبر في مواجهه تاسيس لدوله المواطنه. مراكز بحثيه كشفت انها بدات تفعل الدراسات في مجالات الامن والاقتصاد والمجتمع والسياسه، خطوه وان كانت تبدو متاخره في المشهد الاجتماعي العراقي، لكنها حصلت أخيرا. وزارة الثقافة من مسؤولياتها أن تقدم الأفكار في هذا المنحى. نحن أنشأنا قسما جديدا في هذه الفترة اسمه قسم التنوع الثقافي، وهناك عمل على الحوار ومفهوم الحوار، وأن تكون لوزارة الثقافة عبر إمكاناتها في الفن وفي الأدب وفي الفكر أن تعزز منح الحوار. مستشارون في الأمن القومي كشفوا للعراقية الإخبارية بأنها في طور عقد ما يشبه الاتفاق الجديد لإتاحة المجال أمام دور الثقافة والمثقفين في تعزيز بناء الأمن الاجتماعي العراقي. ستكون مستشارية الأمن القومي هي تعمل عند وزارة الثقافة لإحياء الثقافة ولإحياء كل شيء. بالتأكيد سنتعاون ويكون هنالك لقاءات وحوارات وخطط مشتركة لتنفيذها على أرض الواقع. واجه العراق كبلد للتعدديات محنا كثيرة بعد العام 2003 لإدارة تنوعه القومي والثقافي على حد سواء، ومع دخول جائحة كورونا إلى المشهد فإن هذا التحدي أضيف أيضا إلى وزارة الثقافة العراقية. لقناة الإخبارية العراقية من بغداد، صبرين كاظم.